تعزيزاً لجهود المملكة في تحفيز اقتصاد الهيدروجين الأخضر وريادتها العالمية في قطاع الطاقة، رست في ميناء جدة الإسلامي الناقلة اليابانية هيدروجين. وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وبحضور القنصل العام لليابان في جدة إيزورو شيمورا اطلعا على التقنيات المتطورة والبنية التحتية المتقدمة في السفينة، إضافة إلى الفوائد البيئية التي تضع هذه السفينة في طليعة ثورة الطاقة العالمية. تعد السفينة الأولى من نوعها على مستوى العالم لنقل الهيدروجين المسال، يأتي ذلك في إطار وتأكيد ما تحظى به مواني المملكة من جاهزية عالية لاستقبال هذا النوع من السفن، مما يكرس مكانتها باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً يؤكد القدرات التنافسية العالية التي يمتلكها ميناء جدة الإسلامي ودوره في دعم المنظومة اللوجستية. لقناة الإخبارية عبد العزيز إدريس، جدة.